مشاهدي صوت الساحل عسلامة ومرحبا بكم في مدينة طبلبة. طبلبة البحر، طبلبة الصيد البحري، طبلبة الفل والياسمين، مدينة جميلة ياسر، لكن خلف الجمال هذايا فما عدة معاناة، معاناة صغار الصيادة أو البحارة. بالحق البحارة هذم يعانيوا برشا، يعانيوا من الصيد العشوائي، يعانيوا من الدخلاء على المهنة، ويعانيوا من غياب أو صمت الدولة. البقية التفاصيل تابعونا في التقرير التالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طبلبة مدينة جميلة برشا، مدينة البحر ومدينة الفل والياسمين، كلمة على طبلبة. والله طبلبة شنو نقول لك، طبلبة مدينة باهية، مدينة مزيانة، الناس الكل تخدم أرواحها من رجلي، الحمد لله البحر لام من الناس الكل، فهمت، عندنا الفل، عندنا الجو في الصيف، عندنا كل شيء. مشهورة بالفل، مشهورة برشا حوايج طبلبة، وطبلبة بلاد مضيافة، ضايف بالغريب. في كل وقت تجيو معناها الربح رحبوا بكم. يا عاثر عليها طبلبة. كيفاش وليت؟ كيفاش كانت وكيفاش وليت؟ بالخير بالطوى، بالخير بالطوى. طبلبة بالحق فيها برشا مشاكل، ورغم الجمال اللي فيها يقولوا اللي هي تشكي برشا مشاكل، اهمها صغار البحاره والبحاره نتاعها، فما مشكل. ميسره نتاع البحر ماهيش منظمه، وقت الانباره انباره، وقت وقت معناها المبطن مبطن، وقت الشباك شباك، وقت لكن توا. والساده المشاهدين نقول لهم اللي صيد بمواسم، معناها بمواسم. صيد مواسم، ماهيش منظم الموسم. قبل كنا نخدم، وقت اللي كنت نخدم ماني نقرا ونخدم، وكان البرت نتاعنا في سوسه، نخدمه وقت الانباره انباره في الخريف، في الصيف جاء الخريف الناس كلها تزرمي، وقت القمره نزرمي، توا لا عاد قمره ولا عاد شتاء ولا عاد خريف ولا عاد ربيع، ديما الانباره تخدم ليل ونهار. السيد العشوائي هذاك موجود من غير حساب بالنسبه للدر، وزاد كملت علينا انت هذه الكاجات، هذه تربيه الاسماك، هذه كانت قضات علينا جمله واحد البحر الصغار انت، وزيد البحر هذا العلفه اللي تقعد تصب الاف الطرانت كل يوم، هذيك فهمتي، يجيبوا خبراء ويجيبوا مهندسين ويتفرجوا على البحر كيفاش ولا، فهمتي، اما اللي يجيبوا فيه كل كي يكذبوا، كل كذب اللي يقولوا فيه، فهمتي، على تربيه الاسماك كله كذب. الفواضل نتاع الوناس شيء مهول يصبوا فيه لهنا في البحر، حتى شبيك حتى الحوت اللي هو مازال صغير قاعد يتربى معناه يتقتل على البلاصه، معاش مشاكل التلوث، معناها المصبات الزيكو هذه المشكله الاولى، التلوث. بعدين نمشيوا للمشكله للصيد العشوائي كيما نقولوا الدره. الدره معناها فسر للساده المشاهدين شو معناها الدره، برشا ناس تفهمكش. الدره هي كيس، معناها كيس صغير يجي في القصير، معناها في وين تتربى كعبه الحوت، ويبدا يلم في الحوت، يلم الكبير والصغير، الكبير والصغير، يجيب شبكه كبيره ويلمها، يلم الحوت، يولي معناها يهز كيما نقولوا الكركر، يكركر كركره صغيره. بل كانت فما حملات توعيه تتم عن طريق الراديو وعن طريق التلفزه باش عدم استخدام الكيس، توا ظهر لي ما عادش فما حتى. الدوله معناها كيما نقولوا نقصت السلطه نتاعها شويه. ايه نقصت السلطه، نقصت شوف فورا نقصت شويه. معناها ولا اللي عنده كيما نقولوا السلطه شويه يولي معارف كيما نقولوا. يولي يخدم. كلهم خالفين القانون، كلهم بحاره كل، ابدا من اعلى حاجه لاقل حاجه. واحد يخدم ب 20 ملم، وواحد يخدم بقاروره هكا، وواحد يخدم بقاروره هكا، وش كل واحد شي نجم يعمل، كل واحد شي نجم يخالف. مازال فيها شويه بحر، وبحر زاد في الاعماق مش في القصير. القصير دخلت له الدخلاء ياسر. كيما شنو؟ طب او مهندسين وشوفريه واصحاب شريكه وكل هذا يعمل فلوق ويدخل البحر. يحب ينتج، يحب ياكل على دعوة، هو مش يحب ياكل كعبة حوت حية من البحر. معناها دخلي على المهنة تقول أنت؟ على المهنة، وذاك هو لا خلى البحر يضعف وخلانا احنا البحارة نتعبوا.